في خطوة مهمة جدا اتحققت النهاردة في اتجاه انهاء وجود قوات المرتزقة في الأراضي الليبية. النهاردة كان اليوم الثاني لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية المعروفة ب5+5 في القاهرة برعاية الأمم المتحدة. وفي البيان الختامي للاجتماع ده تم الإعلان عن إنشاء مكتب خاص للتنسيق والمتابعة بخصوص خروج قوات المرتزقة من ليبيا. مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا أكد في البيان أن المشاركين في الاجتماع اتفقوا على آلية لتنفيذ خروج المرتزقة، وأكد على ضرورة تنفيذ هذه الآلية بسرعة والالتزام بخريطة زمنية محددة عشان تتنفذ بشكل عملي على الأرض. طبعا هذا الموضوع كان محور النقاشات في الجلسة الأولى لاجتماع امبارح، والاتفاق النهاردة على هذه الخطة ده بيعتبر إنجاز مهم جدا لاجتماع اللجنة العسكرية الليبية اللي انتهى بتوجيه الشكر لمصر على استضافتها لهذا الاجتماع ولمبعوث الأمم المتحدة اللي قدر يتواصل مع الوفود المشاركة لنوع من التوافق على خطوات عملية واضحة لإنهاء وجود المرتزقة في ليبيا. الوفود المشاركة في هذا الاجتماع وبعيدا عن الأزمة الليبية وقفوا دقيقة حداد على أرواح ضحايا الزلزال في سوريا وتركيا في لفتة إنسانية بتعكس حرص المشاركين في الاجتماع على تأكيد القيم الإنسانية اللي مش بتفرق ما بين ضحايا الأزمات في العالم، سواء كانت هذه الأزمات كوارث طبيعية أو صراعات عسكرية.